محمد عقيل الرحمن، مرحلة ماجستير الفلسفة قسم اللغة العربية جامعة منهاج لاهور، أن يتفضل إلى المنصة. لو لم تكن أم اللغات هي المنى، لو لم تكن أم اللغات هي المنى، لكسرت أقلامي وعفت مداري. لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالظاهر. مسؤول والسيادة رئيس المجلس والضيوف العزام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلفت من قبل اللجنة أن أتكلم أمامكم على موضوع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة اللغة العربية ونشرها. أيها السادة، اللغة هي معيار للثقافة والمعرفة، ووسيلة للتواصل ليس بين أفراد المجتمع فقط، بل أيضا مع الثقافات الأخرى. والمجتمعات التي تهمل اللغة تفقد القدرة على مواكبة الركب العالمي في التطور والحضارة. فإن اللغة العربية هي أيضا معيار للثقافة العربية، ووسيلة لتواصل العرب مع الثقافات الأخرى. وهذه هي اللغة الوحيدة التي اصطفاها الله من بين اللغات لتكون لغة القرآن والسنة، فقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا هو شأن اللغة العربية، ولكنها اليوم تواجه كثيرا من التحديات، وهذه التحديات ربما تكون أكثر في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة لما تشهده من تنوع ثقافي وتعدد لغوي. أيها الحفل الكريم، وبالرغم من ذلك، فإن الإمارات بذلت جهودا ملموسة في حماية اللغة العربية، وأطلقت عديدا من المبادرات والمشاريع التي تقام برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومنها مشروع قنديل للطباعة والنشر، ومعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، وجمعية حماية اللغة العربية، ومؤتمر اللغة العربية سنويا، ولجنة خبراء عربية دولية، ولجنة تحديث تعليم اللغة العربية، والمجلس الاستشاري للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربية. أيها المستمعون، ومن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز لغة الضاد، مؤتمر مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، وميثاق اللغة العربية الذي أعلنه قبل 7 سنوات من أجل حمايتها ولتعزيز مكانتها في العالم. وفي هذا الميثاق مسابقات القراءة والكتابة والشعر والخط، والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم للإمارات. أيها السادة، ومن أهم تلك المبادرات تأسيس كلية للترجمة ضمن كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية بدبي، ومعجم محمد بن راشد للغة العربية المعاصرة الذي يعتبر مرجعاً أساسياً للدارسين والباحثين، وترز جائزة محمد بن راشد للغة العربية كجائزة متفردة للمساهمين في رفعة اللغة العربية. أيها السادة، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حماية لغة الضاد: إن الإسهام في الحفاظ على اللغة العربية هو قيمة إسلامية وفريدة وطنية وترسيخ لهويتنا وجذورنا التاريخية. هذا يعني أن الاهتمام باللغة العربية أصبح جزءاً رئيسياً من استراتيجية الحكومة الإماراتية لإعادة اللغة العربية إلى سابق عهدها وإبراز جمالها. رئيس المجلس، خشية الإطالة، هذه هي صورة من أعلى لجهود الإمارات في خدمة لغة الضاد، وكل هذا هو ما تجسده الإمارات العربية المتحدة لمواجهة تلك التحديات ولتعزيز مكانة اللغة الضاد على المستوى العالمي. أيها السادة، فصارت جهود الإمارات مصداقا لهذا البيت.
إن الذي ملأ اللغات محاسنا إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. समझेंगे।